الإنجيل حسب مرقس الفصل الأول. بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، كما هو مكتوب في إشعياء النبي: ها أنا ذا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك، صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، جعلوا سبله قويمة. ظهر يوحنا المعمدان في البرية ينادي بمعمودية التوبة لغفران الخطايا، وخرج إليه جميع بلاد اليهودية وأهل أورشليم، وكانوا يعتمدون منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. وكان يوحنا يلبس وبر الأبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا، وكان ينادي قائلا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. أنا عمدتكم بالماء، وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل، واعتمد من يوحنا في الأردن. وفي الحال وهو صاعد من الماء، رأى السماوات تنشق والروح مثل حمامة نازلا عليه، وجاء صوت من السماوات قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. وفي الحال قاده الروح إلى البرية، وظل هناك في البرية 40 يوما يجربه الشيطان، وكان مع الوحوش، وكانت الملائكة تخدمه. وبعدما ألقي القبض على يوحنا، جاء يسوع إلى الجليل يبشر بإنجيل الله ويقول: قد تم الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. وفيما كان ماشيا عند بحر الجليل، أبصر سمعان وأندراوس أخا سمعان يلقيان شبك في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: اتبعاني فأصيركما صيادي الناس. ففي الحال تركا شباكهما وتبعاه. وإذ تقدم من هناك قليلا، رأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهما في القارب يصلحان الشباك، وللحال دعاهما، فتركا أباهما زبدي في القارب مع الأجراء وتبعاه. ثم دخلوا كفرناحوم، وفي الحال دخل المجمع في السبت وأخذ يعلم، فدهشوا من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. وإذ ذاك كان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصاح قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أأتيت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، إنك قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: أصمت واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت جهير وخرج منه. فذهل الجميع حتى تساءلوا فيما بينهم قائلين: ما هذا؟ تعليم جديد، فإنه أيضا يأمر الأرواح النجسة بسلطان فتطيعه. فذاع خبره للحال في كل البلاد المحيطة في إقليم الجليل. وحالما خرجوا من المجمع، جاءوا إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويوحنا، وكانت حمات سمعان مضطجعة محمومة، وفي الحال أخبروه عنها، فتقدم وأقامها ممسكا بيدها، فتركتها الحمى وأخذت تخدمهم. وفي المساء عند غروب الشمس، أحضروا إليه جميع المرضى والذين بهم شياطين، واجتمعت المدينة كلها عند الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرين، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. وقام باكرا جدا والليل باق، وخرج وذهب إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. فسار سمعان والذين معه في أثره،
فوجدوه وقالوا له إن الجميع يطلبونك. فقال لهم لنذهب إلى مكان آخر إلى القرى المجاورة لأبشر هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فذهب يبشر في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. وأتى إليه أبرص ضارعا وجثى وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع عليه ومد يده ولمسه وقال له أريد فاطهر. وللحال ذهب البرص عنه وطهرا. فحذره بشدة وصرفه في الحال وقال له انظر أن لا تقول لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وأخذ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم يعد يسوع يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل ظل خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. حسب مرقس الفصل الثاني. ثم بعد بضعة أيام عاد فدخل كفر ناحوم وسمع أنه في بيت، فاجتمع إليه كثيرون بحيث لم يبقى موضع ولا حتى ما حول الباب، وكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يحضروه إليه بسبب الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا الفراش الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا، إنه يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. وفي الحال إذ علم يسوع في روحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم قال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أي أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل فراشك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام وفي الحال حمل الفراش وخرج قدام الكل حتى ذهل الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا قط مثل هذا. وعاد فخرج إلى البحر وأتى إليه كل الجمع وكان يعلمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلفة جالسا في مكتب جباية الضرائب فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وفيما هو متكئ إلى المائدة في بيته كان كثيرون من جباة الضرائب والخطاة متكئين مع يسوع وتلاميذه، فإنهم كانوا كثيرين وقد تبعوه. وأما كتبة الفريسيين فلما رأوه يأكل مع الجباة والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله يأكل مع الجباة والخطاة. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون يصومون، فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في ذلك اليوم. ليس أحد
يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالقطعة الجديدة تأخذ من العتيق فيصير المزق أسوأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديد الزقاق، فالخمر تراق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. وكان مجتازا في السبت بين الزروع، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعل داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في عهد أبي آثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى أيضا للذين كانوا معه؟ ثم قال لهم: إنما جعل السبت لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت، ولهذا فابن الإنسان هو رب السبت. حسب مرقس الفصل الثالث. ثم دخل أيضا مجمعا، وكان هناك رجل يده يابسة، وكانوا يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يشكوه. فقال للرجل الذي يده يابسة: قم إلى الوسط. وقال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر، تخليص نفس أو قتلها؟ ولكنهم صمتوا. فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على صلابة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها، فعادت يده صحيحة. فخرج الفريسيون وفي الحال تشاوروا عليه مع الهيرودوسيين لكي يهلكوه. فاعتزل يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل وكذلك من اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن وممن حول صور وصيداء، جمع كثير إذ سمعوا بما صنع أتوا إليه. فأخبر تلاميذه أن يلازمه قارب صغير بسبب الجمع لئلا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى تهافت عليه كل من به داء ليلمسه. وكانت الأرواح النجسة إذ نظرته تخر له وتصرخ قائلة: أنت ابن الله. فأمرهم بشدة أن لا يظهروه. ثم صعد إلى الجبل ودعا إليه الذين أرادهم، فذهبوا إليه وعين 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليبشروا، ويكون لهم سلطان على إخراج الشياطين. فعين 12 سمعان، وجعل له اسم بطرس، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابني الرعد، وأندراوس وفيليبوس وبرثولوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفي وتداوس وسمعان الغيور ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. ثم أتى إلى البيت، فاجتمع أيضا الجمع حتى لم يقدروا ولا أن يأكلوا خبزا. ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه، لأنهم قالوا: إنه شارد العقل. وأما الكتب الذين نزلوا من أورشليم فقالوا: إن فيه بعل زبول، وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم إليه وكلمهم بأمثال قائلا: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن انقسمت مملكة على ذاتها فلا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت.
وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يسير إلى نهايته. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وعندئذ ينهب بيته. الحق أقول لكم إن جميع الخطايا والتجاديف التي يجدف بها بنو البشر تغفر لهم، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا مغفرة له إلى الأبد، بل هو مرتكب خطية أبدية، لأنهم قالوا إن فيه روحا نجسا. وجاءت أمه وإخوته، وبينما كانوا واقفين خارجا أرسلوا إليه يدعونه، وكان جمع جالسا حوله، فقالوا له: هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم قائلا: من أمي وإخوتي؟ وأجال نظره في الجالسين حوله وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. إنجيل حسب مرقس الفصل الرابع. وأخذ أيضا يعلم بجانب البحر، فاجتمع إليه جمع كثير جدا حتى إنه دخل قاربا وجلس فيه على البحر، وكان الجمع كله بجانب البحر على البر، وكان يعلمهم أمورا كثيرة بأمثال. وقال لهم في تعليمه: اسمعوا، هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور والتهمته، وسقط آخر على أرض حجرية حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق تربة، ولما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل يبسا. وسقط آخر بين الشوك، فطلع الشوك وخنقه ولم يعطي ثمرا. وسقط آخر في التربة الجيدة فارتفع ونمى وأعطى ثمرا، وأتى بعض بثلاثين وبعض بستين وبعض بمئة. وقال: من له أذنان للسمع فليسمع. ولما كان وحده سأله الذين حوله مع الاثني عشر عن الأمثال، فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، وأما أولئك الذين من خارج فكل شيء لهم بأمثال، لكي ينظروا نظرا ولا يبصروا، ويسمعوا سمعا ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فيغفر لهم. وقال لهم: أما تفهمون هذا المثل؟ فكيف تعرفون سائر الأمثال؟ فالزارع يزرع الكلمة، وهؤلاء هم الذين على الطريق حيث تزرع الكلمة، وحينما يسمعون يأتي الشيطان للحال وينزع الكلمة المزروعة فيهم. وكذلك هؤلاء الذين زرعوا في الأراضي الحجرية، فإنهم حينما يسمعون الكلمة يقبلونها في الحال بفرح، وليس لهم أصل في ذواتهم، بل هم إلى حين. ثم إذا حدث ضيق أو اضطهاد بسبب الكلمة ففي الحال يعثرون. وآخرون هم الذين زرعوا بين الشوك، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة، ولكن هموم الدهر وخداع الغنى واشتهاء سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. وأولئك الذين زرعوا في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها ويثمرون، بعض ثلاثين وبعض ستين وبعض مئة. وقال لهم: هل يؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟
لأنه ليس شيء خفي إلا ليظهر، ولا صار مكتوما إلا ليعلن. إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. وقال لهم: تبصروا فيما تسمعون، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وتزادون، لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وقال: يشبه ملكوت الله إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبذار ينبت وينمو وهو لا يدري كيف، فالأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا ساقا ثم سنبلة ثم حنطة ملء السنبلة. وأما متى نضج الثمر فللحال يعمل فيه المنجل، لأن الحصاد قد حان. وقال: بماذا نشبه ملكوت الله، أو بأي مثل نمثله؟ إنه مثل حبة خردل التي تكون حين تزرع في الأرض أصغر جميع البذور التي على الأرض، ولكنها متى زرعت تنمو وتصير أكبر جميع الأعشاب، وتصنع أغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء أن تأوي إلى ظلها. وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم حسب ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. وأما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء. وفي ذلك اليوم عند المساء قال لهم: لنعبر إلى الشاطئ الآخر. وإذ تركوا الجمع أخذوه معهم كما كان في القارب، وكانت معه أيضا قوارب أخرى، فحدثت عاصفة ريح شديدة، وكانت الأمواج تندفع إلى القارب حتى أخذ يمتلئ. وأما هو فكان في المؤخر نائما على الوسادة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فاستيقظ وانتهر الريح، وقال للبحر: اهدأ اسكن. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ أليس لكم إيمان بعد؟ فخافوا خوفا عظيما. وأخذ بعضهم يقول لبعض: من هو هذا حتى إن الريح والبحر يطيعانه؟ حسب مرقس الفصل الخامس. وجاءوا إلى الجانب الآخر من البحر إلى إقليم الجراسيين، ولما خرج من القارب في الحال استقبله من القبور إنسان به روح نجس، وكان يسكن في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا حتى بسلسلة، لأنه كان قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وحطم القيود، فلم يقدر أحد أن يخدعه. وكان دائما ليلا ونهارا في القبور وفي الجبال يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم قائلا: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: اخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فقال: اسمي لجيون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الإقليم. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلبوا إليه قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من المنحدر إلى البحر، وكان نحو 2000، واختنق في البحر. وأما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع. فجاء الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع ورأوا المجنون
جالسا لابسا وعاقلا، وهو الذي كان فيه اللاجئون، فخافوا. وحدثهم الذين رأوا بما جرى للمجنون وعن الخنازير، فأخذوا يطلبون إليه أن ينصرف عن تخومهم. وفيما هو يدخل القارب طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه، بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم بما صنع الرب بك وكيف رحمك. فمضى وابتدأ ينادي في المدن العشر بما صنع به يسوع، فتعجب الجميع. ولما عاد يسوع وعبر القارب إلى الجانب الآخر، اجتمع إليه جمع غفير، وكان على شاطئ البحر. فأتى إليه واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس، ولما رآه سجد عند قدميه وابتهل إليه بإلحاح قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، هلما وضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع غفير وكانوا يزحمونه. وإذا امرأة بها نزف دم منذ 12 سنة، وكانت قد كابدت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أسوأ. فلما سمعت بخبر يسوع جاءت في الجمع من خلفه ولمست رداءه، لأنها قالت: إن لمست ولو ثيابه شفيت. وفي الحال توقف نزيف دمها، وأحست في جسمها أنها قد برئت من الداء. وإذ شعر يسوع في نفسه بأن قوة قد خرجت منه، التفت حالا إلى الجمع وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما جرى لها، وسجدت له وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد أنقذك، اذهبي بسلام وكوني معافاة من دائك. وبينما هو يتكلم جاء قوم من دار رئيس المجمع وقالوا: ابنتك قد ماتت، فلماذا تزعج المعلم بعد؟ فلم يعر يسوع الكلمة التي قيلت التفاتا، وقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب. وجاء إلى بيت رئيس المجمع فرأى ضجيجا وأناسا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال: لماذا تضجون وتبكون؟ إن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا منه. أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين كانوا معه، ودخل حيث كانت الصبية وأخذ بيد الصبية وقال لها: طليصا قوم، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وفي الحال قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة. فاعتراهم في الحال دهش عظيم، فأمرهم بشدة أن لا يعلم أحد بذلك، وأوصى أن تعطى لتأكل. حسب مرقس الفصل السادس. وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت أخذ يعلم في المجمع، وكثيرون إذ سمعوا ذهلوا قائلين: من أين لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها؟ ومثل هذه القوات التي تجري على يديه؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته هاهنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به،
فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم، وتعجب من عدم إيمانهم، ثم جال في القرى المحيطة يعلم. ودعا الاثني عشر وبدأ يرسلهم اثنين اثنين، وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة، وأوصاهم أن لا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا خبزا ولا حقيبة للزاد ولا نقودا في المنطقة، بل يحتذوا بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم: حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه إلى أن تغادروا ذلك المكان، وأي موضع لا يقبلكم ولا يسمعون لكم فيه، فعندما تخرجون منه انفضوا التراب الذي تحت أقدامكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم إن حالة سدوم وعمورة يوم الدين ستكون أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. فمضوا ونادوا أن يتوبوا، وأخرجوا شياطين كثيرين، ودهنوا بزيت مرضى كثيرين وشفوهم. فسمع به الملك هيرودس لأن اسمه صار مشهورا، وقال بعضهم: إن يوحنا المعمدان قد قام من بين الأموات، ولذلك تعمل فيه هذه القوات. وقال آخرون: إنه إيليا. وقال آخرون: إنه نبي كأحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال: إن يوحنا الذي قطعت أنا رأسه قد قام. فإن هيرودس هذا كان قد أرسل وقبض على يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأنه كان قد تزوج بها، لأن يوحنا كان يقول لهيرودس: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله، ولم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا لعلمه أنه رجل بار وقديس وكان يحافظ عليه، وإذ سمعه تحير كثيرا، ومع ذلك فقد سمعه بسرور. وإذ كان يوم موافق، لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظمائه وقواد الألوف وأعيان الجليل، دخلت ابنة هيرودية هذه ورقصت، فسرت هيرودس والمتكئين معه إلى المائدة. فقال الملك للفتاة: اطلبي مني ما تشائين فأعطيك. وأقسم لها: لأعطينك مهما طلبت مني حتى نصف مملكتي. فخرجت وقالت لأمها: ماذا أطلب؟ فقالت: رأس يوحنا المعمدان. فدخلت في الحال بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة: أريد أن تعطيني في الحال رأس يوحنا المعمدان على طبق. فحزن الملك جدا، ولكن لأجل الأقسام والمتكئين لم يرد أن يردها. وفي الحال أرسل الملك شرطيا وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأس يوحنا في السجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للفتاة، والفتاة أعطته لأمها. ولما سمع تلاميذه جاءوا ورفعوا جثته ووضعوها في قبر. واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما علموا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع منعزل واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في القارب إلى موضع منعزل منفردين، فرآهم الجمع منطلقين وعرفهم كثيرون، فبادروا إلى هناك راجلين من جميع المدن وسبقوهم. ولما خرج من القارب رأى جمعا كثيرا،
فتحنن عليهم إذ كانوا كغنم لا راعي لها، وابتدأ يعلمهم أشياء كثيرة. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع منعزل والساعة متأخرة، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى التي حولنا ويبتاعوا لهم خبزا، لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا بمئتي دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علموا قالوا: 5 وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا الجمع يتكئون جماعات جماعات على العشب الأخضر، فاتكأوا صفوفا 100 150 50، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين وتطلع إلى السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع، فأكلوا كلهم وشبعوا، ورفعوا من الكسر ومن السمك 12 قفة مملوءة، وكان الذين أكلوا الأرغفة 5000 رجل. وفي الحال ألزم تلاميذه أن يدخلوا القارب ويسبقوا إلى الجانب الآخر إلى بيت صيدا ريثما يصرف الجمع. وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي. ولما جاء المساء كان القارب في وسط البحر، وكان هو على البر وحده، ورآهم معذبين في الجذف لأن الريح كانت ضدهم. ونحو القسم الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا لأن الجميع رأوه واضطربوا. ففي الحال كلمهم وقال لهم: ثقوا أنا هو، لا تخافوا. وصعد إليهم إلى القارب فسكتت الريح، فذهلوا وتعجبوا في أنفسهم جدا إلى الغاية، لأنهم لم يفهموا أمر الأرغفة إذ كانت قلوبهم عمياء. ولما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارات وأرسوا، ولما خرجوا من القارب في الحال عرفوه، فطافوا جميع تلك البلاد المحيطة بها، وابتدأوا يحملون المرضى على فرش إلى حيث سمعوا أنه هناك. وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق، والتمسوا منه أن يلمس هؤلاء ولو هدب ثوبه، وجميع من لمسوه شفوا. الحسب مرقس الفصل السابع. واجتمع إليه الفريسيون وبعض من الكتبة قادمين من أورشليم، ورأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد نجسة أي غير مغسولة، فأن الفريسيين وكل اليهود كانوا لا يأكلون ما لم يغسلوا أيديهم باعتناء، متمسكين بتقليد الشيوخ، وكانوا إذا أتوا من السوق لا يأكلون ما لم يغتسلوا، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها ويتمسكون بها من غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس. فسأله الفريسيون والكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ، بل يأكلون خبزا بأيد نجسة؟ فأجاب وقال لهم: حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فإنكم تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الأباريق والكؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل هذه تفعلون. وقال لهم: حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم، فقد قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: إذا قال إنسان لأبيه أو أمه
إنما كان لك لتنتفع به مني إنما هو قربان، أي تقدم لله، فلا تدعونه يفعل شيئا فيما بعد لأبيه أو أمه، مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي تتناقلون، وأشياء كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم عاد فدعا الجمع إليه وقال لهم: اسمعوا لي كلكم وافهموا، ليس شيء مما هو خارج الإنسان يمكنه إذا دخل فيه أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج من الإنسان هي التي تنجس الإنسان، إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ولما ترك الجمع ودخل البيت سأله تلاميذه عن المثل فقال لهم: أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ ألا ترون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى المرحاض؟ فأعلن يسوع بذلك أن كل الأطعمة طاهرة، ثم قال: إنما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، فمن الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق، السرقة، القتل، الزنا، الطمع، الخبث، المكر، العهارة، العين الشريرة، الاغتياب، الكبرياء، الحماقة، جميع هذه الشرور تصدر عن الداخل وتنجس الإنسان. ثم قام من هناك ومضى إلى نواحي سور وصيداء، ودخل بيتا وهو يريد أن لا يعلم أحد، ومع ذلك لم يقدر أن يختفي، إذ في الحال سمعت به امرأة لها ابنة صغيرة بها روح نجس، فجاءت ووقعت عند قدميه، وكانت المرأة يونانية وجنسيتها سورية فينيقية، فتوسلت إليه أن يخرج الشيطان من ابنتها، وأما هو فقال لها: دع البنين أولا يشبعون، لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لصغار الكلاب. فأجابت وقالت له: نعم يا سيد، وصغار الكلاب أيضا تحت المائدة تأكل من فتات البنين. فقال لها: لأجل هذه الكلمة اذهبي، قد خرج الشيطان من ابنتك. فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مضطجعة على الفراش. ثم خرج أيضا من نواحي سور ومر في صيدا إلى بحر الجليل في وسط إقليم المدن العشر، وجاءوا إليه بأصم ألكا وطلبوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه ناحية عن الجمع ووضع أصابعه في أذنيه وتفل ولمس لسانه وتطلع نحو السماء وتنهد وقال له: افثاء، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما، فأمرهم أن لا يقولوا لأحد، ولكن على قدر ما أمرهم كانوا ينادون أكثر كثيرا، وذهلوا إلى الغاية قائلين: إنه عمل كل شيء حسنا، فقد جعل الصم يسمعون والبكمة يتكلمون. حسب مرقس الفصل الثامن. وفي تلك الأيام إذ اجتمع أيضا جمع غفير ولم يكن لديهم ما يأكلون، دعا يسوع التلاميذ إليه وقال لهم: إني أشفق على الجمع، لأنهم قد مكثوا معي الآن 3 أيام وليس لديهم ما يأكلون، وإن صرفتهم إلى بيوتهم جياعا خارت قواهم في الطريق، لأن بعضا منهم قد جاءوا من بعيد. فأجابه تلاميذه: كيف يستطيع أحد أن يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ فقالوا: 7. فأمر الجميع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 أرغفة وشكر وكسر وأعطى تلاميذه ليقدموا للجمع،
وكان معهم قليل من صغار السمك، فباركها وأمر أن تقدم هذه أيضا، فأكلوا وشبعوا، ثم رفعوا من الكسر الفاضلة 7 سلال، وكان الآكلون نحو 4000، ثم صرفهم. وفي الحال دخل القارب مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمانوسا، فخرج الفريسيون وأخذوا يباحثونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه، فتنهد من أعماق نفسه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية. ثم تركهم ودخل أيضا القارب ومضى إلى الشاطئ الآخر، ونسوا أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في القارب سوى رغيف واحد، وأوصاهم قائلا: تنبهوا واحذروا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. فأخذوا يتباحثون بعضهم مع بعض قائلين: ليس عندنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتباحثون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تدركون بعد؟ ألا تفهمون؟ أم هل قلوبكم عمياء؟ لكم عيون ألا تبصرون؟ ولكم آذان ألا تسمعون؟ ثم ألا تذكرون حين كسرت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة كسرا رفعتم؟ قالوا له: 12. وحين 7 للـ4000، كم سلا مملوءا كسرا رفعتم؟ قالوا: 7. فقال لهم: ألا تفهمون بعد؟ وجاء إلى بيت صيدا، فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: هل ترى شيئا؟ فتطلع وقال: أرى أناسا ولكن أبصرهم كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه فتطلع بانتباه وعاد صحيحا وأبصر كل شيء جليا، فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية. ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس أني أنا؟ فأخبروه قائلين: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فسألهم: وأنتم من تقولون أني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فنهاهم من أن يقولوا لأحد عنه. وأخذ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وكان يقول هذا القول جهرا، فأخذه بطرس إليه وابتدأ يزجره، فالتفت وأبصر تلاميذه، فزجر بطرس قائلا: تنحى عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فإنه يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع الملائكة القديسين. حسب مرقس 9. وقال لهم: الحق أقول لكم إن من الواقفين هاهنا بعضا لا يذوقون الموت
حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم وحدهم إلى جبل عال على انفراد وتجلى قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل بياضها، وظهر لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. وأخذ بطرس يقول ليسوع: يا سيد، حسن أن نكون هاهنا، فلنصلع 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين جدا. وجاءت سحابة وظللتهم، وجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب فاسمعوا له. فنظروا حولهم فجأة ولم يروا أحدا معهم غير يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل نهاهم أن يخبروا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات. فحفظوا الكلام لأنفسهم وهم يتساءلون: ما هو القيام من الأموات؟ فسألوه قائلين: لماذا يقول الكتب إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، وكيف أنه مكتوب عن ابن الإنسان أنه يتألم كثيرا ويرذل، لكن أقول لكم إن إيليا قد أتى وقد عملوا به أيضا كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يجادلونهم. وفي الحال لما رآه الجمع ذهلوا وركضوا وسلموا عليه، فسألهم: بماذا تجادلونهم؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد أحضرت إليك ابني فإن به روحا أخرس، وحيثما تراه يطرحه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، وطلبت إلى تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، ففي الحال لما رآه الروح صرع الولد فسقط على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: منذ كم من الزمان أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فاشفق علينا وأعنا. فقال له يسوع: تقول إن استطعت؟ إن كل شيء مستطاع للمؤمن. ففي الحال صرخ أبو الولد وقال: إني أؤمن فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع الجمع يأتون راكدين معا انتهر الروح النجس قائلا: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك اخرج منه ولا تدخله من بعد. فصرخ وصرعه بشدة وخرج، فصار الولد كالميت حتى قال كثيرون إنه قد مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه، فقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا النوع لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. وخرجوا من هناك واجتازوا في الجليل، ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، ومتى قتل يقوم بعد 3 أيام. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. وجاء إلى كفرناحوم، وإذ كان في البيت سألهم: بماذا كنتم تتحدثون في الطريق؟ فسكتوا، لأنهم تباحثوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو الأعظم بينهم.
فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: إن أراد أحد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للكل. ثم أخذ ولدا وأقامه في وسطهم واحتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من الأولاد مثل هذا لأجل اسمي فإنه يقبلني، ومن قبلني فلا يقبلني أنا بل الذي أرسلني. وقال له يوحنا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو لا يتبعنا، فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من سقاكم كأس ماء باسمي بما أنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر الرحى وطرح في البحر. وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم النار، في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. لأن كل واحد يملح بنار، وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تردون إليه مذاقه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضا. إنجيل حسب مرقس الفصل العاشر. وقام من هناك وجاء إلى إقليم اليهودية وعبر الأردن، فعادت الجموع واجتمعت إليه، وكان أيضا يعلمهم كعادته. ودنا إليه الفريسيون ليجربوه، وسألوه: هل يحل الرجل أن يطلق امرأته؟ فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: لقد أذن موسى بكتاب طلاق فتخلى. فقال لهم يسوع: إنه من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن منذ بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، ويصير الاثنان جسدا واحدا. من ثم هما ليسا بعد اثنين بل جسدا واحدا. فما جمعه الله لا يفرقه إنسان. وفي البيت سأله تلاميذه أيضا عن هذا الأمر، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى فقد زنى عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فقد زنت. وكانوا يقدمون إليه أولادا ليلمسهم، فانتهر التلاميذ من قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. واحتضنهم وباركهم واضعا يديه عليهم. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجسى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة زور، لا تظلم، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ صبايا. وإذ نظر إليه يسوع أحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل مالك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فانقبض لهذا الكلام ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فذهل التلاميذ من كلامه، فأخذ يسوع يقول لهم أيضا: يا بني، ما أعسر أن يدخل المتكلون على الأموال إلى ملكوت الله، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فاندهشوا إلى الغاية، وقال بعضهم لبعض: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر يسوع إليهم وقال: هذا غير مستطاع عند الناس، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وأخذ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فقال يسوع: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون يكونون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويتقدمهم يسوع، وكانوا منذهلين، وكان الذين يتبعون خائفين. فأخذ 12 إليه وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له، قائلا: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، وبعد 3 أيام يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما نطلب منك. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: هب لنا أن يجلس واحد عن يمينك وواحد عن يسارك في مجدك. أما يسوع فقال لهما: إنكما لا تعلمان ما تطلبان، هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تعتمدا بالمعمودية التي أعتمد بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالمعمودية التي أعتمد بها أنا تعتمدان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أهبه، بل هو للذين أعد لهم. ولما سمع 10 أخذوا يغتاظون من يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يعدون حكام الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون فيكم هكذا، بل
من أراد أن يصير عظيما فيكم يكون خادما لكم، ومن أراد أن يكون أولا فيكم يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وأتوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس ابن تيماوس وهو متسول أعمى جالسا على الطريق. فلما سمع أنه يسوع الناصري أخذ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فزجره كثيرون لكي يسكت، ولكنه كان يزداد صراخا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين له: قف انهض، إنه يدعوك. فطرح رداءه ووثب وجاء إلى يسوع. فخاطبه يسوع قائلا: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إن إيمانك قد شفاك. فأبصر في الحال وتبعه في الطريق. إنجيل حسب مرقس، الفصل 11. ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحالما تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه إنسان بعد، فحلاه وأتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب في حاجة إليه، فيرده إلى هنا سريعا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق، فحلاه. فقال بعض من الواقفين هناك: ماذا تفعلان وأنتما تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما قال يسوع، فتركوهما فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه. وفرش كثيرون ثيابهم في الطريق، وآخرون أغصانا قطعوها من الحقول، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يهتفون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية، أوصنا في الأعالي. ودخل إلى أورشليم إلى الهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان قد أقبل المساء، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا كان جائعا، وإذ رأى من بعيد شجرة مورقة جاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد إلا ورقا، لأنه لم يكن أوان التين. فخاطبها وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا إلى أورشليم، ودخل الهيكل وأخذ يخرج من كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع، وكان يعلم قائلا: أما هو مكتوب: بيتي يدعى بيت صلاة لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتب ورؤساء الكهنة وأخذوا يلتمسون كيف يهلكونه، لأنهم كانوا يخافونه، لأن الجمع كله كان منذهلا من تعليمه. ولما أقبل المساء خرجوا من المدينة. وفيما هم يجتازون في الصباح رأوا التين قد ذبلت من الأصول، فتذكر بطرس وقال له: يا سيد، انظر إن التين التي لعنتها قد ذبلت.
فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله. الحق أقول لكم، إن من يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر وهو لا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فهو يكون له. لذلك أقول لكم، كل ما تطلبونه في الصلاة فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم فإن أباكم الذي في السماوات أيضا لا يغفر زلاتكم. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل عليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فقال لهم يسوع: وأنا أيضا أسألكم سؤالا واحدا أجيبوني، فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. أكانت معمودية يوحنا من السماء أم من الناس؟ أجيبوني. فتشاوروا فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول، فلماذا لم تؤمنوا به؟ ولكن إن قلنا من الناس فقد كانوا يخافون الشعب، لأن الجميع كانوا يعدون يوحنا نبيا بالحقيقة. فأجابوا وقالوا ليسوع: لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. إنجيل حسب مرقس الفصل 12. وأخذ يحدثهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر إلى بلاد أخرى، ولما حان الأوان أرسل إلى الكرامين عبدا ليأخذ من الكرامين شيئا من ثمار الكرم، فأخذوه وضربوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فشجوا رأسه وأهانوه، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين فضربوا بعضا وقتلوا بعضا، وبقي له بعد ابن واحد حبيب أرسله إليهم أيضا أخيرا قائلا: إنهم سيهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله فيكون الميراث لنا. فأخذوه وقتلوه وطرحوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ إنه يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: إن الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم أدركوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودوسيين لكي يصطادوه في الكلام. فلما جاءوا قالوا: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ هل علينا أن نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أحضروا إلي دينارا لأنظره. فأحضروه
فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فقال لهم يسوع: أدوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه. وجاء إليه الصدوقيون الذين يقولون بأن لا قيامة هناك، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف ولدا فليأخذ أخوه المرأة ويقم نسلا لأخيه. وكان هناك سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يخلف نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يخلف نسلا، وكذلك الثالث ولم يخلف السبع نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة؟ لأن السبعة اتخذوها زوجة. فقال لهم يسوع: ألستم لهذا تضلون إذ أنكم لا تفهمون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يتزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كالملائكة في السماء. وأما أن الأموات يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى عن العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ فليس هو إله أموات بل إله أحياء، فلقد ضللتم إذا ضلالا عظيما. وجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتجادلون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أولى الكل؟ فأجابه يسوع: إن الوصية الأولى هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل ذهنك وكل قوتك، والثانية هي هذه: تحب قريبك كنفسك. وما من وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: حسنا يا معلم، بالحق قلت، إنه واحد وليس آخر سواه، ومحبته بكل القلب وكل الفهم وكل القوة، ومحبة القريب كالنفس أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رأى يسوع أنه أجاب بحكمة قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يوجه إليه سؤالا. وتكلم يسوع وهو يعلم في الهيكل فقال: كيف يقول الكتب إن المسيح هو ابن داود؟ فإن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فكيف يكون هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. وقال في تعليمه: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالحلل الفضفاضة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ويطيلون الصلوات رياء، فهؤلاء سينالون دينونة أعظم. وجلس تجاه الخزانة وكان يرقب،
كيف يلقي الجمع نقودا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، وجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع آس، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع ألقوا مما فضل عندهم، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. إنجيل حسب مرقس الفصل الثالث عشر. وفيما هو خارج من الهيكل قال واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر أية حجارة هذه وأية أبنية هذه. فقال له يسوع: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ إنه لا يترك حجر على حجر إلا وينقضى. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأنراوس على انفراد: قل لنا متى يكون هذا، وما هي العلامة عندما يوشك جميع هذا أن يتم؟ فأخذ يسوع يقول لهم: احذروا من أن يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين إني أنا هو، ويضلون كثيرين. فإذا سمعتم بحروب وبإشاعات حروب فلا تفزعوا، لأنها لا بد أن تكون ولكن لا يكون المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن شتى وتكون مجاعات. هذه بداية الأوجاع، فانتبهوا لنفوسكم، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتضربون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم. وينبغي أن يبشر بالإنجيل أولا في جميع الأمم، فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون، بل تكلموا بما يعطى لكم في تلك الساعة، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويميتونهم، وسيبغضكم الجميع من أجل اسمي، ولكن من يثبت إلى المنتهى فإنه يخلص. فإذا رأيتم الرجس المخرب قائما حيث لا ينبغي أن يكون، ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ رداءه. والويل للحوامل والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون ذلك في شتاء، لأن تلك الأيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ بدء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لما كان يخلص بشر، ولكنه لأجل المختارين الذين اختارهم قصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا، أو ها هو ذا هناك، فلا تصدقوا، فسيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعملون آيات وعجائب لكي يضلوا المختارين لو أمكن. فتنبهوا أنتم، فها أنا قد أخبرتكم بكل شيء من قبل. أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، فتظلم الشمس ولا يعطي القمر ضوءه، وتتساقط النجوم من السماء،
وتتزعزع القوات التي في السماوات، وسيبصرون حينئذ ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة وبمجد، وسيرسل عندئذ الملائكة ويجمع مختاريه من مهاب الرياح الأربعة من أقصى الأرض إلى أقصى السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رطيبا وأخرجت أوراقا علمتم أن الصيف قريب. وكذلك أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء حادثة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم إنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان وأما كلامي فلن يزولا. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. فانتبهوا واسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يحين الأوان. فكأنه مثل إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان لكل واحد في عمله، وأوصى البوابة أن يسهر. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أفي المساء أم في منتصف الليل أم عند صياح الديك أم في الصبح، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. الإنجيل حسب مرقس الفصل الرابع عشر. وكان الفصح وعيد الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يلتمسون وسيلة يقبضون بها عليه بمكر ويقتلونه، فإنهم قالوا ليس في العيد لئلا يحدث شغب في الشعب. وفيما هو في بيت عنيا متكئ إلى المائدة في بيت سمعان الأبرص، جاءت امرأة ومعها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبت الطيب على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا أتلف الطيب هكذا؟ فقد كان يمكن أن يباع هذا الطيب بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ لقد صنعت بي صنيعا حسنا، فالفقراء عندكم في كل حين، ومتى شئتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، أما أنا فلست معكم في كل حين. إنها صنعت ما في وسعها، فقد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. والحق أقول لكم إنه حيثما يبشر بالإنجيل في العالم كله يخبر بما فعلت هذه تذكارا لها. ومضى يهوذا الإسخريوطي أحد الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوا أن يعطوه فضة، وكان يلتمس كيف يسلمه في فرصة مؤاتية. وفي اليوم الأول من الفطير الذي فيه يذبح حمل الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي فنعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيثما يدخل تقولان لرب البيت إن المعلم يقول أين حجرتي التي آكل فيها الفصح مع تلاميذي، فيريكما علية كبيرة مفروشة معدة فأعدا لنا هناك. فانطلق التلميذان وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما وأعدا الفصح. ولما أقبل المساء
جاء مع الاثني عشر، وفيما كانوا متكئين يأكلون قال يسوع: الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني وهو يأكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا هو؟ فقال لهم: هو واحد من الاثني عشر الذي يغمس معي في الصحفة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. ولكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو أنه لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ كأسا وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم الذي أشربه فيه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع: كلكم ستعثرون، لأنه مكتوب: إني أضرب الراعي فتتبدد الغنم، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: لو عثر الجميع فأنا لا أعثر. فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني أنت ثلاث مرات. فقال بأكثر تأكيد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال جميعهم. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جسيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا ريثما أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وطفق يرتاع ويكتئب، وقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وسقط على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن كان ممكنا، وقال: أبا أي أبتي، كل شيء مستطاع لديك، فأجز عني هذه الكأس، وليكن ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء فوجدهم نياما، فقال لبطرس: سمعان، هل أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم رجع فوجدهم نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة ولم يدروا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: هل لازلتم تنامون بعد وتستريحون؟ يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا نذهب، هو ذا الذي يسلمني قد قربا. وللحال فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع بسيوف وعصي من قبل رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو فأمسكوه وقودوه بحرص. وجاء للحال وتقدم إليه قائلا: يا سيد، وقبله. فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة
فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال لهم: هل خرجتم كأنه على لص بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت معكم كل يوم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، إنما هذا لكي تتم الكتب. وتركه الجميع وهربوا. وكان يتبعه شاب لابسا إزارا على عريه، فأمسكوه فترك الإزار وهرب عريانا. فذهبوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الكهنة، وكان جالسا مع الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يلتمسون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين كانوا يشهدون عليه زورا ولم تتفق شهادتهم. ثم قام قوم يشهدون عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول: إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وفي 3 أيام أبني آخر غير مصنوع بأيد. ولا في هذا أيضا اتفقت شهادتهم. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيبني بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان صامتا ولم يجب. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ لقد سمعتم التجديف، ما رأيكم؟ فحكم عليه الجميع بأنه مستوجب الموت، فأخذ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. واستقبله الخدام باللطمات. وبينما كان بطرس في ساحة الدار في الأسفل، جاءت إحدى إماء رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ تفرست فيه وقالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري؟ فأنكر قائلا: لست أدري ما تقولين ولا أفهمه. ومضى نحو الخارج إلى مدخل الدار، فرأته الأمة وأخذت أيضا تقول للواقفين هناك: إن هذا منهم. فأنكر أيضا. وبعد قليل قال الواقفون هناك لبطرس: في الحقيقة أنت منهم، لأنك جليلي أيضا. فأخذ يلعن ويحلف: إنني لا أعرف هذا الرجل الذي تتكلمون عنه. وفي الحال صاح الديك ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله يسوع له: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. فاندفع في البكاء. حسب مرقس الفصل 15. وللحال في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتب والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه قائلا: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يرفعون عليه شكاوى كثيرة. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم شكاية يقدمون عليك. أما يسوع فلم يعد يجب بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في العيد أسيرا واحدا من طلبوا،
وكان رجل يدعى باراباس موثقا مع أهل الفتنة ممن ارتكبوا في الفتنة قتلا. فصعد الجمع وأخذوا يطلبون ما كان يفعله لهم دائما. فأجاب بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فإنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة قد أسلموه عن حسد. أما رؤساء الكهنة فهيجوا الجمع كي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: إذن فماذا أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصاحوا أيضا: صلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر فعل؟ فازدادوا صياحا: صلبه. وإذ كان بيلاطس يريد أن يعمل ما يرضي الجمع، أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعد أن جلده لكي يصلب. فاقتاده الجند إلى داخل الدار، أي دار الولاية، وجمعوا الكتيبة كلها وألبسوه رداء أرجوانيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وأخذوا يحيونه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويبصقون عليه ويسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه رداءه الأرجواني وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. وسخروا رجلا عابرا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيريني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع يقال له جلجثة، الذي معناه موضع الجمجمة، وقدموا له خمرا ممزوجة بمر فلم يقبل، وصلبوه واقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. وكانت الساعة الثالثة لما صلبوه، وكان عنوان علة إدانته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثما. وكان المتجاوزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه أنت يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك كان رؤساء الكهنة يستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، لينزل المسيح ملك إسرائيل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه أيضا يعيرانه. وعندما جاءت الساعة السادسة حلت على الأرض كلها ظلمة حتى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم: إلوي إلوي لما شبقتني، ومعناها: إلهي إلهي لماذا تركتني. فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا: إنه ينادي إيليا. فركض واحد وملأ سفنجة خلا ووضعها على قصبة وجعل يسقيه وهو يقول: دعنا نرى هل يأتي إيليا لينزله. فأطلق يسوع صوتا عظيما وأسلم الروح، فانشق حجاب الهيكل اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة الواقف تجاهه أنه صرخ وأسلم الروح هكذا، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت النساء أيضا ينظرن من بعيد بينهن
مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة اللواتي تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخريات أيضا كثيرات صعدنا معه إلى أورشليم. ولما أقبل المساء، إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة وهو مشير في المجلس، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله، وتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فانذهل بيلاطس من أنه قد مات، ودعا قائد المئة وسأله: هل مات منذ زمن؟ ولما عرف ذلك من قائد المئة وهب الجثمان ليوسف، فاشترى كتانا وأنزله ولفه بالكتان ووضعه في قبر كان قد نحت في الصخر، ثم دحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضعا. حسب مرقس الفصل السادس عشر: ولما انقضى السبت، اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه، وبكرنا جدا في أول يوم من الأسبوع، وأتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقولن بعضهن لبعض: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتطلعنا فرأينا أن الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا. وإذ دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا رداء أبيض، فاندهلنا. فقال لهن: لا تندهلنا، إن كنا تطلبنا يسوع الناصري المصلوب. إنه قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا المكان الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، فهناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا وهربنا من القبر، لأن الرعد والدهشة أخذتاهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. وبعدما قام باكرا في أول يوم من الأسبوع، ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه، وكانوا ينوحون ويبكون. فلما سمع هؤلاء أنه حي وأنها أبصرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر في هيئة أخرى لاثنين منهم يسيران ذاهبين إلى البرية، وذهب هذان وأخبرا الباقين فلم يصدقوا هذين أيضا. وأخيرا ظهر للأحد عشر أنفسهم وهم متكئون إلى المائدة، ووبخهم على عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه أنه قد قام. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع وبشروا بالإنجيل للخليقة كلها، فمن آمن واعتمد خلص، ومن لا يؤمن يدن. وهذه الآيات تلازم المؤمنين: يخرجون شياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة ويرفعون حيات بأيديهم، وإن شربوا شيئا مميتا فلا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم بعدما كلمهم الرب يسوع ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وبشروا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلمة بالآيات التي تلازمها. آمين.